السلام عليكم. قالت وسائل إعلام جزائرية الجمعة إن قائد جهاز المخابرات الجزائري اللواء عثمان طرطاق والمعروف باسم بشير أقيل من منصبه مساء الخميس. ونقلت قناة النهار الجزائرية عن مصدر لم تسميه القول أن طرطاق غادر مكتبه مساء الخميس بصفته مستشار رئيس الجمهورية ومكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية. وذكرت القناة أنه تقرر إلغاء المنصب التي تم وضعه خصيصا للواء طرطاق على مستوى الرئاسة الجمهورية الذي جعله في وضع غير طبيعي، مضيفة أن العاملين في جهاز عسكريين يخضعون لوزارة الدفاع الوطني، إلا أنه تم هيكلته في جهاز تابع لرئاسة الجمهورية. ولفتت إلى أن هذا الوضع يعتبر غير طبيعي، جعل العاملين في جهاز يفلتون في كل مرة من تدابير الرقابة والتفتيش التي يخضع لها العاملون في المؤسسة العسكرية. وقالت إنه تقرر إعادة جهاز المخابرات على طبيعته كهيئة تابعة لوزارة الدفاع، حيث كان الجهاز تابع لرئاسة الجمهورية منذ العام 2015. وفي الأخير نشكركم على حسن المتابعة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.